يمي لا صحة لا تعلم يمي تحة لا تعلم يمي لا صحة لا تعلم يمي. نحن اليوم أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة لمتابعة واحد الملف غريب من نوعه. نحن هنا اليوم لمساندة القضاء في محاربة الفساد لإدانة كل أنواع الضغط على الشهود. عندنا مجموعة من الضحايا حضروا معنا اليوم ويؤكدون أنهم تعرضوا لتهديدات وضغوطات نفسية ومالية من أجل التراجع لمتابعة هذا الملف. هذه عصابة روعت جهة الغرب، عندها مجموعة ديال الناس، كاين الجانب اللي كان كيستقطب الضحايا من رجال الأعمال والمستثمرين، كيبين لهم أنهم عندهم مجموعة ديال الأورو، أكياس ديال الأورو، وأنهم بغين يصرفوها بواحد الثمن زهيد، وأنهم ناس بسطاء قرويين ما فاهمينش، ليتم استدراج هاد الضحية إلى منطقة القصيبية المعروفة بالخلو ديالها، وتيتم اعتراض السبيل ديالهم فيما بعد والقطع وسلبهم كل الاموال اللي داوها معاهم والسياره والممتلكات ديالهم. هذه العصابه اساءت لجهه الغرب، روعت الساكنه، وكان ضحاياها متعددون من رجال الاعمال والمستثمرين. لذلك احنا هنا اليوم من اجل المطالبه بشروط المحاكمه العادله، وان ما يكونش شي واحد فوق القضاء، وكل واحد ياخذ الجزاء المناسب ديالو وفق ما يقتضيه القانون. فلا يعقل ان المسيرين ديال الشأن العام المحلي في هذه البلاد، عندنا اوراش كبيره، عندنا نموذج تنموي خصو يتنزل، يكونوا اشخاص في مثل هذا السوء وفي مثل هذه المتابعات اللي مسيئه ومسيئه بزاف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.